يعتبر من افضل العناصر الطبيعيه اللي انا بستخدمها للحمام في علاج حالات الاسهال، الاسهال الابيض، الاسهال الاخضر، اي نوع من الاسهالات، وبيعالج كمان الامراض اللي هي التنفسيه. يعني لو انا عايز علاجات من غير ما اشتري ادويه، عندي علاج اهو كده بالمجان. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنتكلم على مكون فعلا كلنا بنرميه هيحافظ على الحمام بتاعنا او هيقي الحمام بتاعنا من امراض كتيره جدا، زائد ان هو هيعالج اهم مرض في الفتره دي اللي هو مرض الجدري. هيساعدنا فعلا في زياده الانتاج نظرا ان هو مضاد قوي جدا للديدان. طبعا احنا عارفين ان الديدان هي العامل الاساسي فعلا في قله الانتاج، هيفرق معاك كتير جدا جدا في الانتاج، ويمنع حالات الاسهالات بانواعها، يعني اذا كانت امراض بكتيريه او امراض فيروسيه اللي هي زي الجدري. المكون اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اللي هو قشر الرمان. احنا داخلين في فصل الصيف، انا منشف شويه قشر رمان طالع فعلا اديهم للحمام بتاعي، ومهم جدا جدا قشر الرمان يا جماعه. لو عرفت فوائد قشر الرمان صدقني مش هتقطعه من المكان بتاعك. يلا بينا بقى نشوف كده الفوائد العظيمه بتاعت قشر الرمان ونقراها كده مع بعض، ونشوف اهم الفوائد اللي هي بتنفع الحمام بتاعنا. بس قبل ما نتكلم على طريقه تحضيره، هنتكلم على الفوائد العظيمه بتاعته اللي هي ان هو بيعالج حالات الاسهال المزمن، اذا كان اسهال ابيض، اسهال اخضر، اي نوع من الاسهالات. الاسهال الابيض ده بيخليه فعلا الزرق بتاع الحمام بتاعنا بيصبح بعد كده متماسك نظرا لاستخدامنا قشر الرمان او ماء قشر الرمان اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي ونتكلم على طريقه تحضيره. بيعالج ايضا مرض السلمونيلا. عايزين نحمي حمامنا في الوقت ده من المرض اللي هو مرض السلمونيلا، فهنستخدم ان شاء الله قشر الرمان، هينتهي عندنا تماما. قشر الرمان كمان طارد قوي جدا للديدان، واحنا عارفين طبعا لو في ديدان مش هيبقى فيه انتاج، لان طبعا الديدان هي المؤثر الاساسي على قله الانتاج. فعايزين نقضي طبعا على الديدان، فلازم ان احنا نستخدم قشر الرمان، وده علاج قوي جدا في طرد الديدان عند الحمام بتاعنا. يساعد قشر الرمان في امتصاص وطرد السموم من جسم الحمام، يعني احنا مش هنحتاج لاي مضادات سموم اذا كانت بيطري او اذا كانت بشري، فده طبعا عندنا مضاد سموم قوي جدا بالنسبه لقشر الرمان. يعالج حالات البرد والرشح عند الحمام. هنلاقي طبعا في الوقت ده انتشار الامراض اللي هي التنفسيه، البرد، دمعه العين، فان شاء الله طبعا قشر الرمان بيعالجها وبيقضي عليها تماما. يعالج امراض العيون، يعني لو احنا عندنا دمعه العين اللي احنا طبعا بنشتكي منها، ان شاء الله باذن الله قشر الرمان برضه هيعالجها. ومن اهم فوائد قشر الرمان ان هو بيعالج مرض الجدري، يعني لو عندنا مرض الجدري ان شاء الله هيقضي عليها تماما، هيبقى كمضاد فيروسات قوي جدا بالنسبه للقضاء على الجدري اللي هو عند الحمام. يساعد ويحسن عمليه الهضم وعلاج حالات عسر الهضم، يعني مش هنلاقي طبعا تعجر الحويصله سواء عند الزغاليل او عند الاسوس الكبيره، في بعض الناس بتشتكي من الموضوع ده خاصه عند الزغاليل، هنلاقي الموضوع ده منتهي تماما، مش هنلاقي برده فرد حمام بيرجع او الحالات اللي احنا دايما بنشوفها نتيجه عسر الهضم. دي كده يا جماعه فوائد قشر الرمان اللي احنا قلناها. ان شاء الله نتكلم على طريقه التحضير بتاعته. طريقه التحضير بتاعته هي برضو ان انا ممكن اجيب قشر الرمان زي ما هو كده فريش طري بالطريقه دي كده، يعني ما يعادل 2 جرام او جرام ونص، وابدا احطه في الميه حتى درجه الغليان لمده ربع ساعه، بسيبه يغلي طبعا، وبعد كده بصفيه وبقدمه للحمام بتاعنا. ممكن ان انا برضو استخدم قشر الرمان ده في فتره الصيف، ان انا احمص قشر الرمان ذات نفسه، انشفه كويس جدا في الشمس لمده 3 4 ايام، ببدا بعد كده اطحنه، بخلي المسحوق ده معايا اذا كان صيف او شتاء، واستخدمه برده بنفس الطريقه دي كده، اللي هي ان انا ممكن اغلي الميه واحطه عليه برده ما يعادل جرام ونص او 2 جرام على اللتر، بعد كده بسيبه ان هو يتصفى وبقدمه برده للحمام بتاعنا بنفس الطريقه. يعني ممكن نشرب الرمان ده يا جماعه استخدمه طوال الموسم اذا كان في الصيف او في الشتاء. طبعا ما ننساش ان احنا لازم نقدم للحمام بتاعنا اي علاج على عطش، زي ما احنا شايفين كده الحمام بيبدا يتهافت على اي عشبه او اي علاج عشان يستفاد باكبر قدر من الادويه او من الاعشاب اللي انا بديها له. كده يا جماعه انا بعمل وقايه للحمام بتاعنا، فعلا بيعتبر من افضل العناصر الطبيعيه اللي انا بستخدمها للحمام في علاج حالات الاسهال، الاسهال الابيض، الاسهال الاخضر، اي نوع من الاسهالات، وبيعالج كمان الامراض اللي هي التنفسيه. يعني لو انا عايز علاجات من غير ما اشتري ادويه، عندي علاج اهو كده بالمجان، انا بخليه عندي طوال فصل الصيف وطوال فصل الشتاء، بنشف قشر الرمان ده وبخليه عندي في كيس كده بشتغل بيه. صدقني لو انت بتشتغل بقشر الرمان ده مش هتلاقي اي اسهالات، مش هتلاقي الجدري، مش هتلاقي دمعه العين اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو، مش هتلاقي طبعا الديدان اللي هي بتعوق الانتاج بتاعنا. يعني مكون طبيعي 100%، مش هتحتاج لاي ادويه اذا كانت ادويه بيطريه او ادويه
بشريه. فعشان كده انا حابب ان انا اتكلم على الاعشاب، يمكن دي اكتر حاجه اتكلمت عليها في الفيديوهات عندي، ولكن حابب اتكلم عليها نظرا لزياده الاسعار اللي احنا فيها. طبعا الادويه بتبقى غاليه، الكلفه بتبقى غاليه، الحاجات دي هي هتغنيك عن كل الادويه والتحصينات اللي انت فعلا تحتاجها اذا كان في الصيف او في الشتاء. احنا داخلين دلوقتي على موسم يعتبر مليء ببعض الامراض اللي هي اذا كانت امراض بكتيريه او امراض فيروسيه، واهمها طبعا مرض الجدري اللي احنا كلنا بنعاني منه في الفتره دي. لو اشتغلت بالعشبه دي او بالمكون ده صدقني هيحد من المرض ده وهيمنع وصوله تماما، وخاصه عند الزغاليل. زائد ان هو فعلا هيساعدنا في زياده الانتاج، نظرا ان هو هيحمي الحمام بتاعنا او هياكل الحمام بتاعنا من الديدان اللي هي بتسبب قله في الانتاج. فعشان كده حابب ان انا انصح الناس بالمكون ده، اذا كان عندك اشتغل بيه في الفتره دي مره واحده بس في الاسبوع، هتلاقي فعلا نتيجه هائله جدا مع الحمام بتاعك. اسف جدا على الاطاله، ويا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراككم في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.